المدافع الذي يرى فيه روبرتو كارلوس أن هذا اللاعب أفضل من يعوضه على جهة اليسار. في التشكيلة على الورقة يضعون مارسيلو في كمدافع أيسر، لكن على أرضية الملعب في كثير من الأوقات لا تشعر أنه مدافع أيسر. الدور الهجومي ليقدم الجناح الأيسر حتى في بعض الكثير أو في كثير من الأحيان صانع الفرص، صانع الكرات الذكية بمهارته. مارسيلو يعمل لنا فيستيفال الكوبا كابانا وريو دي جانيرو. كارفخال من اليمين، مارسيلو من اليسار، يعني أجنحة طيارات، أجنحة وظهيرين بإمكانيات هائلة على مستوى الهجوم. مارسيلو مدريد قطعة خيار لا تتغير وقطعة رئيسية في انتصارات المرينجي، وكلنا يذكر النهائي التاريخي في لشبونة. كيف دخل مارسيلو وقلب اللعب والمباراة؟ مارسيلو نقول أين هم أظهرة ريال مدريد، لأنهم يلعبون كما لو كانوا يلعبون في الهجوم دائما. مارسيلو ادوار هجوميه رائعه، مهاره عاليه جدا من جانب مارسيلو. مارسيلو يحصل على كثير من الحب في المدرجات والاشاده من المشجعين. مودريتش رايح الكره لمارتينو البرازيلي، جميله جدا، روعه على السنه. مارسيلو يلعب كعب، مارسيلو يلعب لمسة جميلة، مارسيلو يفعل كل شيء في الجهة اليسرى. يا له من مدافع أيسر بمواصفات فريدة بصراحة بالنسبة لمارسيلو. لها من تمريرة غير عادية من مارسيلو، شوف الشيء اللي يقدمه مارسيلو المدافع الأيسر، تمريرة غير عادية من مارسيلو، لا يفعلها إلا الكبار ولا يفعلها إلا صناع اللعب. بدون تعليق نو كومنت، يتبع فنيات مارتشينو. يا مارسيلو، يا سلام مارسيلو، البرازيلي يستعرض مهاراته بكرة هوائية.
لانه مارسيلو سحر البرازيل فيستيفال الكوبا كابانا والماراكانا. مارسيلو في اختراق الدفاع مارسيلو مر وصلوا الى هدف تعادل بعد لمسة رائعة بعد جهد غير عادي من مهارات مارسيلو. مارسيلو الذي يشعر في كثير من الاوقات انه ليس مدافع ايسر وان دون على الورق وان كتب في التشكيلة.